السلام عليكم. السلام. أمين بن عبد الله مدير شركة بيوي للأشغال، اليوم تم افتتاح أطول جسر في المجال الحضري في المغرب على طول كيلومتر و200 من المداخل والمخارج ديالو، جوج ديال الطرق ذهبا وجوج ديال الطرق إيابا. هذا الجسر معقد تقنيا تم إنجازه فوق 16 أعمدة بشكل معماري متميز، وتمت الإضافة الإنارة ليلا ليعطي جمالية للمنطقة. هذا الجسر تم إنجازه في مدة لا تتجاوز 12 شهرا بكفاءات وشركة وأطر مغربية، مما يعد فخرا للشركة والكفاءات المغربية. معاذ بوعرفة مدير أشغال إنجاز جسر محمد السادس، اليوم والحمد لله تم افتتاح الجسر أمام حركة السير. الجسر له أهمية كبرى لأنه يتواجد على أحد أهم المداخل الرئيسية والكبرى لمدينة الدار البيضاء. الجسر سيمكن من تخفيف حركة السير على 4 تقاطعات للشوارع كبرى، وهي شارع القدس وشارع الداخلة وشارع أمقالة وشارع الحارتي. إنجاز هذا الجسر تم في الأجال المحددة وفق معايير السلامة والجودة المطلوبين. صعوبة الورش كانت مجموعة من الصعوبات التقنية، لكن الحمد لله تم توفير ما يكفي من الموارد البشرية والموارد المادية والتأطير التقني الكافيين الذي مكننا في إنجاز المشروع في الأجال المحددة وفق جميع معايير الجودة المطلوبة. الجسر يمتد على طول 1100 متر لينير، والكلفة الإجمالية 171 مليون ديال الدرهم، وسيتم من تخفيف حركة السير وتفادي 4 تقاطعات، لأنه في الأول كانوا العربات اللي كيجيو كيضطروا أنهم يوقفوا في 4 تقاطعات قبل ما كيلتحقوا ببدال مخداد الحريزي، واليوم سيتم تسليس حركة المرور هنا في أكبر محور تبادل على في مدينة الدار البيضاء الذي سيكون بين خطي الباصواي والتراموي. الصعوبات اللي لقيتو في البنية التحتية اللي عرفوا بناء الجسر؟ هو من طبيعة الحال أي ورش له مجموعة من الصعوبات، دونك الصعوبات التقنية كانت موجودة. الصعوبة كانت لأنه يوجد على مستوى حضاري، تم إنجاز الورش مع الحفاظ على حركة السير في مجموعة من التقاطعات، لكن كما قلت بوجود التأطير التقني والموارد البشرية اللي هي شابة ومغربية 100%، تمكن من تجاوز كل هذه الصعوبات وتم إنجاز المشروع في الأجال ديالو المحددة. هذا الجسر هذا اللي الطول ديالو كيتجاوز الكيلومتر، فيه 620 متر على مستوى الجهه المعلقه و325 متر على جهتين ديالو، غادي يمكن من انسيابيه الولوج وتخفيف الضغط على حركه السير والجولان على مستوى تقاطع شارع محمد السادس بكل من شارع القدس، شارع ادريس الحارتي، شارع الداخله وشارع امقالة. وتحت الجسر، وهذه مسألة مهمة جدا في منظومة النقل الجماعي بواسطة في المسارات الخاصة ديال مدينة الدار البيضاء، هو أنه غادي يتم الإنجاز ديال أكبر محطة للتبادل ديال هذه المنظومة، وغادي تكون فيها محطة ديال التراموي ديال الخط الثالث تي 3، وفيها محطة ديال البيسوي كازا بيسوي على مستوى مسجد الحسنى. الصعوبات أستاذ لقيتو في الإشغال؟ فكأي أشغال كتنجز في المستوى الحضاري فهناك إشكالية تتعلق بلا ديفياسيون دو ريزو الأولى، خاصنا حتى هي نتجاوزوها. عندنا من بعد بعض المعطيات التقنية، بعض التلاؤم الظرفية كانت شوية صعيبة، لأن ما نساو شيء أن في بداية السنة الماضية كنا مازال كنعانيو من جراء كورونا، ولكن الحمد لله وبفضل من الله الأمور هي غدا والانطلاقة الفعلية. أنتم كتشوفوا الآن السيارات بدأوا يتمشاو بعدا في هذا الجسر، وهذه محطة من المحطات المقبلة في منظومة النقل الجماعي والنقل والتنقل بمدينة الدار البيضاء. الطرق اللي كانوا أبطوليمو أصولي. لا دابا دابا خير نتوما اللي كتقولوه، اللي غادي نقوله هو ان انا نقول لكم بان المشاريع تنجز وفق الجداول الزمنيه الاصليه والمحدده لهذا الغرض. طبيعه الحال نحن بصدد انجاز
50 كيلومتر من المقاطع الطرقية ومن المسارات الخاصة، وهذا شيء يستغرق من الوقت ويطلب الكثير من التنسيق. ونبغي نشكر في هذا الباب السلطات العمومية، مصالح الأمن، مصالح الجماعة، مصالح الناس اللي عندهم لي ريزو، كنقولوا المنظومة ديال لي ريزو. وبطبيعة الحال نجدد الاعتذار للبيضاويين والبيضاويات على الإزعاج اللي غادي يقدر يكون الحق بهم في هذه المدة. شكرا لكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلاغ وقت تي في، دائما في قلب الحدث.